عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في لقاء جديد في السلسلة التي طرحناها تحت عنوان في المسكوت عنه. هذه السلسلة التي نناقش فيها أوضاع الفلسفة المدرسية على مستوى الوطن العربي. اليوم حقيقة نحط الرحال في دولة تونس الشقيقة. سيكون معنا الأستاذ زهير بوشتة والأستاذة مليكة شبابي، وكلاهما أستاذ للتعليم الفلسفة في التعليم الثانوي. اهلا وسهلا بحضراتكم معنا استاذ زهير واستاذ مليكة في رحاب اتحاد الفلاسفه العرب. مساء الخير دكتور محمد، وتحيه ليك وتحيه لكل المنشغلين والمهتمين بالشان الفلسفي في المنطقه العربيه التي نلتقي على الاقل في بعض المسائل الفلسفيه. اهلا وسهلا استاذ. اهلا وسهلا استاذ مليكة معنا في رحاب اتحاد الفلاسفه العرب في هذه الامسيه والتي نناقش فيها كما قلنا اوضاع الفلسفه المدرسيه في دوله تونس تحديدا اليوم. مرحبا بك، مرحبا بي، يسعدني ان اكون موجوده في هذا اللقاء لنطرح او لنشخص بعض الاشكاليات المتعلقه بماده الفلسفه. مرحبا. حقيقة قد يتساءل البعض ويستغرب من وجود ضيفين في هذا اللقاء على عكس ما اعتدنا عليه في اللقاءات السابقة، وطبعا في كل لقاء سابق يكون معنا أو كان معنا ضيفا واحدا أو أستاذا واحدا. اليوم قد يتعجب البعض من وجود أستاذين. حقيقة الأمر نحن في الاتحاد نرحب بوجود أكثر من شخصية لإثراء الحوار والنقاش، ولكن للأسف الشديد الفترة الماضية لم نتحصل إلا على أستاذ واحد من كافة الدول التي أجرينا فيها حوارات. اليوم وعلى غير العادة يكون معنا أستاذين جميلين من دولة تونس الشقيقة، فأهلا وسهلا بهما معا في رحاب اتحاد الفلاسفة. دعونا نعمل بالمقولة الشائعة في مصر وفي العديد من الدول العربية وغير العربية، ويقولون ladies first، أي السيدات أولا، مع احترامنا الشديد للأستاذ زهير. أستاذة مليكة، بداية كي نطلع المشاهد على وضع الفلسفة أو وضعية الفلسفة المدرسية في دولة تونس. حقيقة في لقاءاتنا السابقة تدرس أو تدرس مادة الفلسفة أحيانا على مدار سنتين وأحيانا على مدار 3 سنوات في بعض الدول العربية، وهي غالبا المرحلة الثانوية تدور أو مجملها في 3 سنوات. في تونس كم سنة يدرس الطالب في المرحلة الثانوية؟ 3 سنوات، 4 سنوات؟ في تونس يدرس 3 سنوات، يدرس الطالب 3 سنوات في المرحلة الثانوية، مش أربعة. سنة أولى ما فيش 4 سنوات دلوقتي، يعني سنة أولى، ثانية، ثالثة، وسنة رابعة هي سنة البكالوريا. إيه معناها مجمل السنوات 4 سنوات، مش 3 سنوات. نعم، 4 سنوات. تمام، أي 4 سنوات. ربما دولة تونس هي الدولة الوحيدة التي أجرينا فيها اللقاء أو نجري فيها اللقاء حتى الآن، ويدرس فيها الطالب المرحلة الثانوية على مدار 4 سنوات وليست 3 سنوات كما اعتاد. طيب في كم سنة، باستثناء طبعا الشهادة أو البكالوريا كما تطلقون عليها في تونس، في كم سنة من السنوات الثلاثة الأولى يدرس فيها التلميذ مادة الفلسفة؟ واي ومتى يبدا التخصص؟ ومتى يبدا التخصص مثلا ما بين القسم العلمي او القسم الادبي ومسمياته المختلفه؟ نعم، يدرس سنتين فلسفه، سنه ثالثه وسنه رابعه فقط. سنه ثالثه يدرس ساعه بالنسبه للعلوم، للاختصاص علوم يدرس ساعه فقط في الاسبوع بالنسبه للسنه الثالثه، وفي السنه الرابعه يدرس 3 ساعات بالنسبه لاختصاص علوم. الاختصاص بيبدأ من أي صف؟ السنه الثانيه، من الثالثه، من السنه الثانيه، سنه ثانيه، سنه ثانيه، من السنه الثانيه. تمام. نعم، يبدأ تخصص علمي او ادبي. نعم، او الاقتصاد. نعم، او يتوجه اختصاص علمي او ادبي. من الصف، من الصف الثاني. ولكن الثاني. ولكن نعم. لا ولكن لا يدرسون الفلسفة في الصف الثاني، يدرسونها في الصف الثالث. لا يدرسون الفلسفة، يدرسون الفلسفة السنة الثالثة. تمام. وهناك طيب إذن توزيع
توزيع للعلوم إذن يختلف عن توزيع الآداب. في السنة الثالثة الآداب يدرسون 3 ساعات. لحظة بس، نعم خلينا نمشي بالتدريج. طيب قلنا ان الاختصاص او التخصص بيبدأ من السنة سنة ثالثة، ثانية ولا ثالثة؟ من سنة. تمام، من سنة ثانية. طيب عندي كم اختصاص بقى في تونس؟ كم تخصص؟ اختصاص علوم إذا تتفرع بدوره إلى اختصاص رياضيات، علوم تجريبية، علوم اقتصاد ورياضة. نعم. وأدب. والأدب. تمام. وأدب. نعم. نعم. أستاذ زهير، كما تفضلت أستاذة مليكة، طبعا أخبرتنا أن التخصص يبدأ من الصف الثاني، ولكن يبدأ أو تبدأ تدريس مادة الفلسفة من الصف الثالث. لو تحدثنا عن طبيعة الموضوعات أو مجمل الموضوعات التي يتلقاها التلميذ في القسم العلمي. شكرا سي محمد، لو شئت تعقيب بسيط فقط تفضل. معك تفاعلا مع الأستاذة مليكة. الحقيقة المرحلة الثانوية في الدولة التونسية تمتد على 4 سنوات. السنة الأولى هي سنة نسميها سنة الجذع المشترك، حيث يتناول أو يدرس فيه التلميذ جميع المسائل من علوم ومن علوم طبيعية ومن أدب إلى غير ذلك. في السنة الثانية يتم التخصص، والحقيقة التخصصات في تونس متوفرة ومتعددة جدا. أذكر على سبيل المثال، والحقيقة لي دراية بهذه المسألة باعتباري أشتغل أستاذ موجه أو أستاذ مكلف بالتوجيه المدرسي. فالتخصصات تبدأ أو تنطلق من السنة الثانية، ونحن في الحقيقة في تونس عندنا 3 تخصصات أو 4 تخصصات. التخصص الأول هو أدبي، التخصص الثاني اقتصاد وخدمات، التخصص الثالث تكنولوجيا إعلامية، التخصص الثالث علوم، الرابع والتخصص الخامس هو الرياضة. ما أشير إليه فقط هو العلوم في السنة الثالثة تتحول إلى 3 شعاب: الرياضيات 1، العلوم التجريبية 2، والعلوم التقنية 3. هكذا على الأقل تكون الفكرة أشمل وأوضح تقريبا. تمام. طيب في السنة الثالثة للقسم العلمي بتفرعاته، الموضوعات التي يدرسها الطالب أو المقررة دراسيا على الطالب؟ شكرا. في الحقيقة الموضوعات التي يتم التطرق لها أو يتم تدارسها في السنة الثالثة شعب علمية، ونقول كذلك شعب علمية واقتصادية، تحت عنوان يعني برنامج أو البرنامج كله تحت عنوان مطلب التفكير من اليوم إلى الفلسفي. وهذا العنوان هو مشترك بين الشعب العلمية والاقتصادية وشعبة الآداب، ولكن الفرق يختلف من جهة الكثافة أو من جهة الحجم في مستوى الدرس وفي مستوى الساعات. باعتبار أننا كما أوردت الأستاذة مليكة، في السنة الثالثة أداب يدرس التلميذ 3 ساعات، وفي السنة الثالثة علوم واقتصاد يدرس التلميذ ساعة فقط على مدار الأسبوع. يعني مطلب التفكير من اليوم إلى الفلسفي هو في الحقيقة لو نظرنا إجمالا في هذا البرنامج لوجدنا أن هذا البرنامج قد يكون همزة وصل بين عدم دراية التلميذ ومعرفته بالشأن الفلسفي، وهو ما يجعله يدخل تحت طائلة اليوم والفكر الشائع والسائد والمتداول، وسنة رابعة نكون قد نباشر فيها بعض المسائل الفلسفية. والغاية من برنامج السنة الثالثة هو محاولة إرباك ما يمتلكه التلميذ من معارف، من أفكار، من حقائق، وحتى يعيد النظر. ولذلك حينما نقول مطلب التفكير فنحن نطرح مسألة التفكير كمطلب، ونبحث في إذا كان هذا المطلب مجرد حاجة أو مجرد نافلة هو ضروري. ولذلك إذا ارتأينا أن التفكير في الحياة اليومية مغيب، ولكن الإنسان لا يستطيع أن
من يتجاوز التفكير أو أن يتخلى عنها فهو ضرورة بشرية باعتبار أنه يحتكم على مقومة التفكير. حينها نذهب إلى مقتضيات التفكير من عوائق ومن شروط على الأقل أو ما نسميه إجرائيات، ثم نتحدث عن تجربة الالتزام الفكرية التي هي في الحقيقة تجربة ملتصقة بالواقع وتدرس الواقع. وهكذا نكون أخرجنا تلميذ السنة الثالثة سواء الشعب العلمية والاقتصادية أو الشعب أو الشعب الاقتصادية من ذلك اليوم المتداول والسائد والشائع إلى لحظة إرباكنا إلى إعادة النظر فيما لديه من معارف وحقائق وظنون واعتقادات، ثم الاعتراف بأن التفكير ضروري وأن التفكير الفلسفي يجب أن يحظى بأهمية وأن كذلك له جملة من المميزات تجعله يختلف عن جميع الخطابات الأخرى كالخطاب الديني مثلا أو الخطاب الديني فيكون خطابا فريزا مثلا خطابا إشكاليا خطابا حجاجيا خطابا يقوم على الاشتغال عن مفاهيم خطابا تأسيسي خطابا تحضي إلى غير ذلك. وهكذا يكون التلميذ قد اشتغل على الحياة اليومية في علاقة بالفكر الفلسفي من جهة وتدرب على جملة من المهارات الفلسفية. ثانيا أن ندرب التلميذ مثلا على كيفية التعاطي مع النصوص الفلسفية، كيفية استخراج الموقف أو ما نسميه بالأطروحة، كيفية التعامل مع الأطروحة المستبعدة وكيف يتم استنباطها أو استخراجها من النص، ثم كيف لنا أن نصوغ إشكالية بطبيعة الحال. الإشكالية أو المشكلة ليس مجال الجميع وإنما هو مجال إبداع مهارة يجب أن يتمرس بها التلميذ حتى يستطيع أن يكون في السنة الرابعة قادر على بناء مقال متميز يستوفي شروط المقالة الفلسفية. شكرا على التوضيح أستاذ زهير وشكرا على الاستفاضة، ولكن سأتوقف قليلا. حضرتك في بداية الحديث قلت أن هناك كثافة في المادة العلمية، هذه الكثافة أعتقد ولكن هي المعلومة وصلاني ولكن نريد فقط توضيحها للمشاهد، الكثافة لصالح كفة طلاب العلمي أو القسم العلمي أم للقسم الأدبي؟ الحقيقة أن حجم الدرس بالنسبة للتخصص الأدبي أكثر من حجم الدرس أو المحتوى البرنامج بالنسبة للشعب العلمية، وكذلك هناك فرق في مستوى الساعات، لأن يعني التلميذ الشعب العلمية والاقتصادية يدرس فقط ساعة، في حين أن التلميذ الأداب يدرس 3 ساعات على مدار الأسبوع. ولكن سي محمد أثير إلى ملاحظة، رغم هذه الساعة ورغم هذا التكرم من وزارة التربية على تلاميذ السنة الثالثة وعلى الأستاذ، فنحن نرى أن التلميذ والأستاذ كليهما كاهله مثقل بالمادة بحيث لا نستطيع الحقيقة أن نمارس الفعل الفلسفي في مواصفاته على الأقل السقراطية، لا نستطيع أن نتحاور. لماذا؟ لأن ضغط البرنامج يلزمنا بأن نسارع في الدرس فلا نصل فقط، فنحن نشرع نؤسس الحوار ولكننا لا نتحاور، نؤسس للنقد ولكننا لا ننقد بعضنا البعض. ولذلك قد تكون دعوة منذ البداية أو مطلبا منذ الآن كيف نصل إلى تخفيف الدرس وتخفيف محتوى البرنامج حتى يستطيع الأستاذ أن يجد فرصة في التواصل مع التلاميذ وفي الحوار أكثر وفي تعلم النقد إلى غير ذلك. واضح أستاذ زهير، وحقيقة أنت اختصرت علي السؤال الذي كنت سأطرحه الآن، هو طبعا مدى ملائمة المنهج كما مع عدد الساعات المقررة. من الواضح جليا طبعا أن حجم المنهج لا يتماشى مع عدد الساعات، وبالتالي هناك تسريع في
إلقاء الدرس وعدم فتح أفق التفكير الحواري أو التفكير النقدي أو التفكير التحليلي أو ما إلى ذلك. حقيقة ربما كما تفضلت مشكورا هو أحد الحلول المقترحة التي تفضلت بها بتخفيض كم المنهج، أو ربما المقترح الآخر الذي أراه إذا كان المنهج على قدر من التماسك ومن الضرورة لبناء العقلية النقدية لدى الطالب في تلك المرحلة، هو تزويد أو زيادة عدد الساعات المقررة للتدريس المقرر على القسم. أستاذة مليكة، نعم حدثينا عن موضوعات المقررة أو المنهج المقرر على القسم الأدبي في الصف الثالث الثانوي. نعم بالنسبة للسنة الثالثة آداب، يعني اختصاص آداب، البرنامج إذن يتعلق بإشكالية اليومي، وهنا يلتقي تلميذ الآداب مع تلميذ العلوم، ولكن أكثر دقة من تلميذ العلوم باعتبار أن الساعات المخصصة له هي أكثر 3 ساعات. ثم مسألة هي إذا من اليوم إلى الفلسفي تتدرب على بعض الإشكاليات أو معالجة بعض الإشكاليات التي تطرح في اليومي أو نسائلها لغاية إذا تجاوز اليوم إلى الفلسفي، لتعليم التلميذ أو تدريب التلميذ على مقتضيات التفكير وإجرائية التفكير وقيمة التفكير باعتباره إذا ضرورة ملحة لن يجب أيضا أن نؤكدها. في الحقيقة إذا البرنامج هو الغاية منه، أنا أرى أنه الترغيب في المادة، بمعنى سنة ثالثة إذا الغاية من البرنامج أو من الموضوعات المقترحة وترغيب التلميذ في المادة، بمعنى أننا لن نقوم بتكليفه بأكثر أعمال في مستوى العمل المنزلي أو غيره باعتبارها سينفر، باعتباره سينفر من المادة. أنا مثلا كأستاذة أدرس سنة ثالثة لا أعطي لتلامذتي إذا بعض المهارات أو بعض البحوث لإجرائها كعمل منزلي، كل ما أقوم به هو في القسم. الغاية من ذلك أن أراغب التلميذ وأن أجعله قادراً على أن يمارس الفلسفة وهو في القسم أكثر من أن يعتبره عمل منزلي، فيمكن أن يأتي بالمعلومة من هنا ومن هناك دون أن يكون هناك في الحقيقة جهد. إذن اليوم إذن هو واحد من الموضوعات الموجودة في البرنامج السنة الثالثة عن إجرائيات التفكير، مقتضيات التفكير وإتيقة التفكير، إذن كمسائل إذن ندرب فيها التلميذ على تعلم قيم التفكير، قيم الحوار، قيم التعقل، قيم النقد، وهي مسائل ضرورية. لننتهي إذا في آخر المسألة من برنامج الآداب هي مسألة الالتزام الفلسفي، لنعلم التلميذ كيفية أن يكون قادرا على تحمل المسؤولية كما يعلمنا إياه الفيلسوف، أن يكون وفيا للحقيقة وأن يخرج بتصور للفلسفة كفلسفة تحمل مهمة، تحمل دورا، وعليه أن يطلع الفيلسوف بهذا الدور. في الحقيقة لا نصل غالبا إلى إنهاء البرنامج باعتبار كما قلت الساعات لا تكفي والظروف لا تكفي أيضا، والتلميذ يجد نفسه إذا أمام هذا الكم من البرنامج في حالة من الضغط غير قادر على استيعابه ككلها. هذه تقريبا إذا أهم المحاور أو أهم المواد التي ندرسها في السنة الثالثة، وكما قلت إذا هذه الموضوعات لا علاقة لها بشكل مباشر بما سيقترح لهم أو بما سيدرسونه في السنة الرابعة، بمعنى أننا في السنة الثالثة المادة في حد ذاتها معنى ما يتلقاه التلميذ لن يحتاجه إذا في السنة الرابعة، فقط ما يحتاجه هي مهارة الأشكال والمفهمة وغيرها من المهارات التي عليه أن يتدرب عليها لكتابة المقال الفلسفي أو لبناء المقال الفلسفي. إذا نستطيع أن نقول أنه لا يوجد خيط ناظم ما بين المقرر الدراسي في الصف الثالث والصف الرابع اللي هو مرحلة البكالوريا بالنسبة طبعا للمنهج، أو بمعنى آخر لتوضيح الصورة أكثر لكل مشاهد ولكل مستمع، أن ما يدرسه الطالب في الصف الثالث مفارق لما يدرسه في الصف الرابع، غالبا هناك مفارقة ولن يحتاجه إلا في نقاط محدودة جدا. طيب أستاذة مليكة، نعم لا يحتاجه في شكل مباشر، فقط ما يحتاج. أستاذة مليكة، المقرر أو المادة العلمية المقررة بالنسبة للقسم الأدبي
هل تكفيها عدد نعم الساعات اللي هم الثلاث ساعات كافية لإنجاز المقرر أو المادة العلمية المقررة على طلاب القسم الأدبي في سنة ثالثة ثانوي أم لا؟ لا، في الحقيقة لا يكفي، في الحقيقة لا يكفي، 3 ساعات لا تكفي ده لإنجاز ما هو مقرر. كما قلت إذا ثمة كثافة في المسائل المطروحة، ولا يمكن أن نستوفي كل هذه المسائل إذا طيلة هذه السنة. تقريبا لا، تقريبا لا، الساعات واضح واضح لا واضح. تكفي. إذن كما قلنا فيما يخص الصف الثالث، عدد الساعات غير كافي مطلقا لإنجاز المادة العلمية المقررة سواء في القسم العلمي أو في القسم الأدبي. طيب أستاذ زهير، لننتقل معك الآن إلى مرحلة نعم. البكالوريا أو الصف الرابع الثانوي القسم العلمي. توقف قليلا مع الموضوعات التي يدرسها الطالب في مرحلة البكالوريا أو في السنة الأخيرة من الشهادة الثانوية. تفضل أستاذ زهير. شكرا. الحقيقة كما أوردت الأستاذة مليكة، أنا ليس هناك خيط ناظم بين ما نشتغل عليه في السنة الثالثة في الشعب العلمية والاقتصادية وبين ما نتناوله من درسنا الفلسفي في السنة الرابعة، أي في السنة النهائية. ولذلك نجد مشكل في كيفية الانخراط في هذه المسألة في السنة الرابعة. ما يمكن الحقيقة أن نحتفظ به، وهذا نتفق عليه على الأقل، هو بعض المهارات الفلسفية مثل ما أوردت، من الأطروحة كالأطروحة المستبعدة، كالأشكلة، كالمفهمة إلى غير ذلك. لذلك نجد صعوبة في الحقيقة في السنة الرابعة، حتى أن المادة الحقيقة موجودة بغزارة وبكثافة. فالتلميذ يشتغل على برنامج على امتداد السنة، هذا البرنامج ورد تحت عنوان مطلب الكلي أو مطلب الكوني، ولكن الحقيقة أننا نتناوله في 3 مستويات. مستوى أول، أي أننا نبحث في هذا الكلي على مستوى وجودي أنثروبولوجي، فنتناول فيه مسألتين متضايفتين أو متكاملتين، هي مسألة الإنية والغيرية، وهي تطرح مسألة العلاقة بين الأنا والغير وما يمكن أن تكون عليه وجوه العلاقة بين هذا الزوج المفهوم. المسألة الثانية الحقيقة هي منبثقة عن المسألة الأولى، مسألة الإنية والغيرية، وهي مسألة الخصوصية والكوني، ما هو خاص بالفردي وشخصي وذاتي، وما هو خاص بالمجموعة أو الشعب أو الأمة، ما يمكن أن تكون علاقته بالكون، لأن العلاقة بين الخصوصية والكونية هي علاقة انفصال أم علاقة اتصال، علاقة طلاق أم علاقة تلاق، بحيث كيف يمكن أن نتصور العلاقة بين الخصوصية من جهتنا وبين الكونية من جهتنا. الباب الثاني أو الاشتغال الثاني أو المستوى الثاني للبحث في مطلب الكلي هو ما اصطلحنا واتفقنا عليه بالمستوى الإبستمولوجي أو المعرفي، بحيث نشتغل على مسألة علمية تقنية الحقيقة، ما يميزها هو كثرة المفاهيم وبعض التقنيات الموجودة في هذه المسألة، وهي العلم بين الحقيقة والنموذج. وهذه المسألة نتناول فيها كيف للعلم أن يتناول الواقع بعدما أصبحنا أمام واقعنا لا نستطيع لا مشاهدته ولا ملامسته ولا التعامل معه بشكل مباشر، وهو ما اقتضى استحضار بعض النماذج لتعويض الواقع. السؤال الأول، هل هذه النماذج المستحدثة يمكن أن تلعب دور الواقع؟ 2، هل أن حقيقة الواقع يمكن أن نكتفي بها انطلاقا من النماذج؟ ثم هل هذه الحقيقة التي نصل إليها أو ندركها انطلاقا من النماذج يمكن أن تكون في مستوى نفس الحقائق التي نصلها في الواقع، خاصة الظاهرة الطبيعية؟ فإذا تحدثنا عن الرياضيات مثلا أو العلم الرياضي والعلم الطبيعي، وتحقق الحقيقة اليقينية والمطلقة والثابتة والكلية، فهل يمكن أن نجد مثل هذه الحقيقة
في مجالات أخرى أو في ظواهر أخرى ووقائع مثل الوقائع الإنسانية، الواقع النفسية أو الظاهرة النفسية، الظاهرة الاجتماعية. ثم هل يمكن أن نجد نفس الحقيقة أو ندرك نفس الحقيقة في اللامرء في الظواهر الذرية، مثلا الذرة والكوانتوم إلى غير ذلك؟ ولذلك نحن نشتغل على مسألة النموذج كجزء لا يتجزأ من الواقع العلمي، وهو ما يجعلنا ننتهي في أن إلى أن العلم يبقى مفتوح على حقائق متعددة، فيتردد بين الكلية والجزئية وبين اليقين الثابت والمتغير، ويجعل العلم كذلك مفتوحا على جملة من الحقائق. ولكن هنا نطرح الحقيقة مشكلة في مستوى هذا الباب، هي مشكلة ما يمكن أن يصل به العلم حينما يشتغل على النمذجة. فنجد أن النمذجة تستغل العلم فيتم توظيفه سياسيا واقتصاديا وإيديولوجيا إلى غير ذلك. ولكن في مستوى ثالث كذلك نحن نطرح مسألة الكل في مستوى أكسيولوجي أو مستوى قيمي، فنطرح مسألتين، مسألة سياسية أولى ومسألة سياسية أخلاقية ثانية. المسألة السياسية هي الدولة بين السيادة والمواطنة، والمسألة الثانية هي مسألة الأخلاق، الخير والسعادة. والحقيقة هنا هناك على الأقل ما يوجب الاشتغال على هاتين المسألتين هو ارتباط السياسي بالأخلاق والتفاعل بين هذين التصورين أو هذين المنظورين. وهكذا يمكن أن نكون لامسنا أو بحثنا أو اشتغلنا على الكل والكون من الجانب الوجودي الأنثروبولوجي، من الجانب الإبستيمولوجي، ومن الجانب الأكسيولوجي القيمي. وهكذا يحصل للتلميذ نوع من التصور عن الكل وباعتبار وتجاوز لما يمكن أن نراه اليوم في مستوى الاختلاف أو الاختلافات في مستوى الحقيقة، اختلافات في مستوى الخصوصيات، اختلاف وتنوع وتعدد في مستوى القيم. ولذلك هل هذا التعدد والتنوع والاختلاف هو مشكلة أم هو شرط في تحقق التواصل بين الإنسان وتحقيق الإنساني؟ إذن هذا تقريبا أو إجمالا ما يتعرض إليه أو ما يتم تدرسه في مرحلة البكالوريا بالنسبة للشعب العلمية والاقتصادية. أستاذ زهير شكرا لحضرتك. طيب السؤال الآن، هل المقرر أو المادة العلمية المقررة بالنسبة لمرحلة البكالوريا قسم العلمي أو قسم العلوم يتماشى أو يتلائم مع الوقت الزمني المحدد أو أنه هناك تفاوت ما بين الأمرين؟ الحقيقة لا أذيع سرا حينما أقول أنه لا وجود لتوافقنا بين المحتوى والذي هو لا أكاد أو أكاد أقول أنه مثقل ومرهق ومزعج بالنسبة للتلميذ والأستاذ على حد سواء. هذا الزخم من المعلومات ومن الأفكار ومن المسائل الحقيقة سيدي لا يمكن تناولها على امتداد 3 ساعات على مدار الأسبوع. أضف إلى ذلك ما ننجزه من امتحانات وما ننجزه من إصلاحات وما نضطر في بعض الأحيان إلى العودة أو مراجعة بعض المسائل التي تبقى عالقة في مستوى الدرس. واضح أستاذ زهير، واضح. معناها إذن نفس الإشكالية لا تزال قائمة، وهي طبعاً إشكالية الوقت غير كافي إطلاقاً لإنجاز مقرر الدراسة بالنسبة للصف الثالث أو بالنسبة للسنة الأخيرة من المرحلة الثانوية فيما يخص القسم. أستاذ زهير، المادة المقررة سواء بالنسبة للصف الثالث أو للصف الرابع، هل ترى تؤدي الغرض المنوط بها من تكوين العقلية العلمية النقدية للطالب أم أن هناك مفارقة أو مفارقات؟ هو في الحقيقة أعود لقول شهير، نحن نعد أبناءنا لواقع لا يوجد. نحن نعد أبناءنا، نعلمهم أشياء لا توجد، فمثلا نعلمه الحق حتى يخرج للشارع ولا يجد الحق. الحقيقة أن المسائل التي تطرح في برنامج البكالوريا هي مسائل حساسة،
هي مسائل معاصرة ومسائل راهنة نحن نعيشها. حينما نقول العلاقة الأنا بالغيرة، نحن نعيش هذا المشكل الراهن الآن. حينما نتحدث عن علاقة الخصوصية بالكونية، نحن نعيش هذا المشكل في ظل ما يتردد اليوم من أو ما يفرض علينا اليوم من عولمة. حينما نتحدث عن النموذج وعن النمذجة، نجد أن هذه المسألة اليوم متجذرة في الواقع. هو مطروح في مستوى البرنامج بالنسبة لأستاذ الفلسفة، هو برنامج جيد جدا متكامل من الناحية الأنثروبولوجية، من الناحية الوجودية، من الناحية العلمية، من الناحية القيمية الأكسولوجية. ولكن الحقيقة التي يمكن أو يجب أن نقول أن ما عليه التلاميذ من مستوى معرفي أو ما عليه التلاميذ من تحصيل معرفي، الحقيقة يجعلهم بعيدين كل البعد عن ما نرغب في تحقيقه من درس الفلسفة. فاليوم المسألة أصبحت، أو العالم أصبح كما يقال قرية صغيرة. العالم أصبح يغلب عليه التقني والرقمي. العالم أصبح متوفر فيه كل شيء لديك دون أن تذهب للمدرسة، دون أن تجادل. ولذلك ما نرى أن هناك الحقيقة البرنامج يلامس التلميذ ولا يلامس الأستاذ ويلامس الواقع ويجعلنا، ولكن قد تكون عقليتنا أننا لا نحمل معنا الدرس للواقع، أننا لا يجب أن نترجم الدرس في الواقع، أن انتظارات التلميذ اليوم، انتظارات الشاب في القرن 21 ليست فلسفية، بل هي قد تكون أشياء أخرى. ولذلك ما نحن نطلبه أو ما نرتئيه على الأقل هو أن نجد محاور، نجد مسائل فلسفية قريبة من الواقع تفيد التلميذ. فنطرح مثلا علاقة الفلسفة بالعلم، نطرح علاقة الواقع اليوم في ما نعيشه اليوم في الراهنة. ولذلك حقيقة حينما نتكلم عن الأنا والآخر أو عن الأنا والغير، يوجد هناك مشكل بيني أنا وبين هذا الآخر الثقافي أو الآخر الديني أو الآخر العرقي إلى غير ذلك. هناك اختلاف وتنوع بين البشرين، هناك إمكانية تجعلنا نجد أفضل أو عالما أفضل حينما نطرح مثل هذه الأسئلة، فنتجاوز هذا الفرق الشاسع أو هذا البون الشاسع أو هذه الأخوة الموجودة بيني وبين الآخر، الموجودة بين الديانات، بين الثقافات، الموجودة بين العلم الذي يريد أن يصل إلى المطلق وإلى الحقيقة الكلية. ما هو منعدم في مستوى القيم بين القيم الكونية التي نراهن على تحقيقها، وإذا بالعولمة تطالعنا اليوم بمنطلقات كونية، بمبادئ كونية، ولكن بطرق وبغايات مختلفة. والأكيد انطلاقا على الأقل من التجربة التي أعيشها، هناك نوع من التباعد بين واقع التلميذ أو واقع المتمدرس اليوم، واقع المتلقي للفكر الفلسفي، وما نقدمه نحن على الأقل في الفلسفة. والحقيقة لابد أن نعيد النظر، لابد أن نراجع المسألة في ما يمكن أن يفيد التلميذ في علاقته بالواقع، في علاقته بنفسه، في علاقته بغيره، مسائل تكون أقرب وتكون أنجع باعتبار أننا في عصر النجاعة وفي عصر السرعة. واضح. ندخل إلى الأستاذة مليكة ونسألها عن المقرر بالنسبة للقسم الأدبي في مرحلة البكالوريا أو في الصف الرابع الثانوي. الموضوعات المقررة أستاذة مليكة، طبيعة الموضوعات. تفضل. بالنسبة للموضوعات المطروحة هي نفسها الموضوعات الموجودة للعلوم، لكن ثمة فقط بعض المسائل التي أنضافت إليها. إذن من المسائل التي يعالجها تلميذ الأداب أو المطروحة على تلميذ الأداب هي مسألة الأنية والغيرية، الأنظمة الرمزية، الخصوصية والكونية في مستوى الأول، ثم المسألة العلمية، العلم بين الحقيقة والنمذجة، وأخيراً المسألة الأكسيولوجية، إذن مسألة القيم، سواء تحدثنا عن القيم السياسية أو القيم الفنية أو غيرها أو الأخلاقية.
معناها بالنسبة لأكثر ثراء يمكن أن نقول من العلوم، من مسألة من المقرر لمجال العلوم. مدى تناسب هذه الموضوعات مع طبيعة تلميذ آداب؟ في الحقيقة إذا تلميذ الآداب يجد نفسه إلى حد ما مع هذه الموضوعات باعتبارها كما قلنا موضوعات ترتبط بالراهن، بالواقع الراهن، بمشاكل، بمسائل يعيشها فعليا الإنسان ضمن الواقع، كإشكالية التواصل، إشكالية العلاقات البين ذاتية، العلاقات بين الثقافية وغيرها، هي إشكالية مطروحة فعليا. مدى تناغم التلميذ أو مدى انسجام التلميذ مع هذه الموضوعات موجود، لكن مدى قدرته على الكتابة إذا يبقى مشكل، والمشكل يعود إلى تكوين التلميذ وإلى ما مكتسباته التي تعود إلى السنوات الماضية، القدرة على الكتابة والقدرة على البرهنة والقدرة على النقد والقدرة على المساءلة والأشكلة. تلك إذن مسائل يتدرب عليها التلميذ المفروض قبل السنة الرابعة. بالنسبة لبعض المسائل الأخرى ربما يجد فيها التلميذ بعض الصعوبات هي المسألة العلمية أو بعض الإحراجات باعتبارها مسائل بالنسبة إليه تعد بعيدة جدا عن تكوينه اللي هو تكوين أدبي وليس تكوين علمي. لكن لو يحاول معنى المسألة تعود إلى الأستاذ تقريبا، أعتبرها إذا تعود للأستاذ في مدى قدرته على ترغيب التلميذ في هذه المادة اللي هي محور مسألة أو مسألة العلم بين الحقيقة والنموذج. لو يحاول الأستاذ أن يقرب المسألة إلى ذهن التلميذ يمكن أن يجد نوعا من التجاوب، خاصة إذا ما ركزنا على العنصر الثاني تقريبا وهو مسألة الحدود، حدود النمذجة أو مسألة علاقة العلم بما يمكن أن نسميه بالبعد القيمي اللي هو بعد طريف جدا في الحقيقة. حينما نسائل العلم ونحاول أن نبرز حدوده على مستوى معرفي وعلى مستوى إيتيقي أو مستوى فلسفي، هذه النقطة هامة جدا باعتبارها نقطة ثرية، ويمكن للتلميذ الآداب أن يبدع حينما يسائل واقعه، هل فعلا هذا الواقع العلمي، واقع التقني، واقع النمذجة، إذن ربما حقق متطلبات الإنسان ما راهن عليه وهو مطلب السعادة، مطلب السيادة، أم أنه أساء إليه بشكل مباشر يمكن أن نقول. هذه المسائل نقربها للذهن التلميذ حينما نأخذ أمثلة دالة من الواقع كمسألة الاستنساخ مثلاً أو غيرها من المسائل التي نعيشها اليوم، كمسألة إذا أساءت للقيم الإنسانية اللي هي قيم إنسان، قيم من المفروض أن ندافع عنها وأن نعطيها اعتباراً. كذلك مسؤولية العالم أو مسؤولية النموذج، هل هو ينمذج لغاية النموذج أم لغاية أخرى سياسية؟ أو يمكن أن نقول غاية السيطرة أو الهيمنة، غاية رجل الحرب أو رجل السياسة أو غيرها، هي مسائل قريبة في ذهننا أو من ذهن التلميذ، ولكن المفروض أن نجد طريقة أو خيط ناظما يمكن أن نمرره إلى ذهن التلميذ حتى يتجاوب مع هذه الموضوعات. بالنسبة للمسائل الأخيرة والمسألة الإيتيقية، إذن هي في الحقيقة مسائل هامة، مسألة الدولة مسألة هامة نعيشها اليوم، يمكن أن نقربها من ذهن التلميذ حينما نأخذ نماذج من الواقع اليوم. إذن الدولة اليوم مدى قدرتها على تحقيق إشكالية المواطنة أو مسألة المواطنة، إذن هي مسألة طريفة في الحقيقة. إضافة إلى ذلك إذا المسألة الأخلاقية، إذا ما اعتبرنا أن واقع الإنسان واقع السياسي يستلزم ضرورة وجود قيم، فإلى أي مدى يمكن أن نتحدث اليوم عن دولة قادرة على تحقيق السعادة الخير للإنسان؟ إذن المسألة مرتبطة ببعضها. لننتهي إذن إلى مسألة الفنية أو المسألة الفنية أو القيم الفنية، هي قيم نفتح فيها على الجمال، على الحقيقة بما هي حقيقة نسبية، على هذه المعاني التي نراهن عليها. في الحقيقة الموضوعات الموجودة، المادة كثافة في المادة، موضوعات ثرية، لكن المشكل هو الوقت وعجز الأستاذ إلى حد ما رغم محاولته. إذا إنهاء البرنامج يجد نفسه أحيانا يتعسف على البرنامج، وهنا أعتبر أن الإشكالية ليس إشكالية تكثيف المواد أو تكثيف الموضوعات بقدر ما هي إشكالية أن نجد الوقت الكافي لطرح بعض المواضيع، يعني أن نكتفي بعض الموضوعات أو نختصر بعض هذه المسائل إلى مسائل دقيقة
ده نحاول أن نشتغل عليها بشكل منظم ومنتظم حتى نساعد التلميذ على أن يمارس فعل التفلسفي وفعل النقد والتفكير والمساءلة. إذا هذا هو المشكل الذي يعاني منه التلميذ ويعاني منه أيضا الأستاذ. ولو نحاول أن نعيد النظر أو أن نراجع نقديا هذه الوضعية، يمكن أن نجد حلا أو بعض الحلول المناسبة أو الملائمة لإيجاد فرصة فيها يكون لحضور الفلسفة حضور إيجابي في واقع إذا يشهد عزوف أو نفور البعض من الفلسفة والتوجه نحو إبعادها أو استبعادها من واقع الإنسان الذي هو واقع يحتاج فعلا إلى أكثر حضور للنقد والتفكير والمساءلة. واضح جدا، شكرا وسلم عليك على التوضيح في النقطة المطروحة. نتوقف مع الأستاذ زهير. أستاذ زهير، طبعا كما تفضلت الأستاذة مليكة بأن عدد الساعات المقررة غير كافية لتدريس المقررة والمادة المقررة سواء بالنسبة للصف الثالث أو للمرحلة الأخيرة، وبالتالي نستطيع أن نقول أنه من الصعوبة بالمكان اعتماد أستاذ الفلسفة على تقديم أو ممارسة العديد من الأنشطة الأخرى إلى جانب المقرر الدراسي أو البرنامج المقرر على الطالب. في الحقيقة السؤال الذي أود أن أطرحه الآن، لدينا في مصر وفي بعض الدول العربية التي أجرينا معهم حوارات، عندما يتخرج الطالب في كلية الآداب مثلا بيتحصل على دبلومة تربوية، ثم بإمكانه لاحقا الالتحاق بالتدريس في القطاع العام أو في القطاع الخاص. في دول عربية أخرى ليس شرطاً الحصول على دبلومة تربوية أو تكوين أو ما إلى ذلك للالتحاق بالعمل، بالعكس بإمكان الطالب فور تخرجه في الجامعة أن يلتحق مباشرة بسلك التعليم سواء في المدارس العامة أو في القطاع الخاص، وبالتالي مفيش تكوين. السؤال هو، حدثنا عن طبيعة التكوين أو تكوين الأستاذ أو معلم الفلسفة قبل التحاقه بسلك التعليم، هذا طبعاً في دولة تونس. تفضل أستاذ زهير. أستاذ الفلسفة هو طالب فلسفة قبل كل شيء، يمر بتكوين فلسفي، تكوين جامعي، يمتد هذا التكوين الحقيقة على مراحل مختلفة. هناك شكل تكوين قد نكون مررنا به سابقا وهو 4 سنوات في التعليم الجامعي، أما الآن فنتكلم عن نوع جديد من المنظومة في المستوى الجامعي. نتحدث عن منظومات إجازة ثم ماجستير ثم دكتور، ولذلك أستاذ الفلسفة يمر بتكوين جامعي يتراوح بين 3 سنوات أو 4 سنوات. والحقيقة لا أخفي أن هناك من هو متحصل على شهادة دكتوراه اليوم أو متحصل على شهادة ماجستير، وخير الدليل على ذلك الأستاذة مليكة التي حاضرة معنا، ولكنها لم تلتحق بالجامعة أو غيرها من المتحصلين على شهادة الدكتوراه، وهم يزاولون العمل بالمعاهد الثانوية أو في المرحلة الثانوية. بعد الحصول على ما نسميه الإجازة في الفلسفة أو الأستاذية في الفلسفة، يخضع الأستاذ إلى مناظرة نسميها عندنا ما نسميها بالكابيس أو شهادة التأهيل المهني. فنجاحه الكتابي في هذه المناظرة يجعله يخلع كذلك لتأهيل أو تكوين، بحيث يحضر مع زملاء فلسفة، يحضر لحصص تكوينية مع ما نسميه أو قد نختلف في التسمية على الأقل في بعض الدول، وهو المتفقد أو المفتش أو غير ذلك. هذه المرحلة التكوينية في الحقيقة تساعد الأستاذ على التأقلم مع الدرس، على التأقلم مع وضعية القسم مع التلاميذ، لأننا في الحقيقة لا نستطيع أن نلقي هكذا بأستاذ بمجرد أنه تحصل على إجازة في القسم، فلا بد أن على الأقل أن يتدرب في حضور بعض الحصص مع زملائه، في حضور بعض الحصص التوجيهية والتكوينية مع المتفقد، ليكون قادرا على الأقل على التوفيق في درسه، فيتدرب على هذه المهنة الحقيقة التي هي قبل أن نقول أنها مهنة، هي الحقيقة فن وهي صناعة وهي إبداع وهي إنتاج. فلا يمكن أن ينجح أو لا يمكن أن يحقق
أستاذ الفلسفة نجاحا في تدريس الفلسفة ما لم يكن مغرما بهذه المسألة، ما لم يكن مولعا ومغرما ومهوسا بالفكر الفلسفي، ما لم يكن حابا أو محبا لهذه المادة ومحبا للعمل حتى يستطيع أن ينجح في تحقيق وظيفته وفي تحقيق خاصة أداء الرسالة المناطة بعهدته، اللي هي أن نقدم مادة جيدة للتلميذ، أن نتفاعل معهم، أن نعلمهم التفلسف، أن نعلمهم التفكير، لا أن نحشو عقولهم ببعض المعلومات وببعض المعارف أو ما نسميه بالتفصيل المعرفي. شكرا أستاذ زوير. أستاذ أمريكا، هو سؤال في مجمله سؤالا عاما، لا نريد تحديدا، لا نريد تحديد أرقام، ولكن بصفة عامة اعتدنا في الدول العربية عموما أن الطالب أو التلميذ في المرحلة الثانوية أو حتى ما قبل الثانوية بيلجأ أحيانا أو في بعض الدول أو في الكثير من الدول إلى الدروس الخصوصية في الكثير من المواد، خصوصا المواد العلمية زي الفيزياء أو الكيمياء أو الأحياء أو اللغات أو رياضيات وغيرها، ولكن هناك عزوف كلي أو شبه كلي عن مادة الفلسفة كدروس خصوصية. أنا أعلم حقيقة أن الدروس الخصوصية مجرمة قانونا في دولة تونس، ولكن السؤال المطروح بصفة عامة فيما يخص راتب أستاذ الفلسفة وبدون تحديد أرقام، هل يكفيه لكي يعيش حياة كريمة أم أنه دون المستوى المطروح؟ تفضل أستاذ مالك. نعم، في الحقيقة هو سؤال محرج إلى حد ما، ليس لتحديد رقم معين لأقول لك هل أن هذا يكفي أم لا. في الحقيقة أستاذ الفلسفة، ولست لأني أستاذة فلسفة، أستاذ الفلسفة أستاذ متميز في الحقيقة، له خصوصية معينة، خصوصية معينة حيث ما يدرسه. فحينما أحاول أن أحدد مكانة أستاذ الفلسفة، علي أيضا أن أحدده كمكانة كيمية قبل أن تكون مكانة مادية، معناها البعد إذن أن نبجله وأن نعطيه قيمته باعتباره إذن من أكثر الأساتذة، وليس لأني أستاذة فلسفة، بل لأني أعتبر أن هذه المادة مادة صعبة في مستوى تعاملنا مع تلامذتنا. فنحن مع تلامذتنا نعاني الكثير من الإشكاليات على مستويات مختلفة، فيتهم أستاذ الفلسفة حينما يعلم ويدرب تلامذته على النقد وعلى العقل وعلى التفكير، يتهم اتهامات خطيرة ويدان في كثير من المجالات. ولولا محاولة منا إذا أن نجد خيطا رابطا أو خيطا يجمع بيننا، هو خيط التواصل بين تلامذتنا، لكنا في مستوى إدانات مختلفة. في الحقيقة إذا أستاذ الفلسفة علينا أن نعطيه قيمته اليوم أكثر من أي وقت مضى، لأن له دور إصلاحي بالنسبة للتلميذ ودور إرشادي وتوجيه في واقع إذا استفحلت فيه القيم المادية والقيم التي ترن إلى يمكن أن نقول تمتيت الإنسان أو تشيئة الإنسان، وجعل التلميذ كآلة إذا يتلقى معلومات ليتعامل معها بشكل ميكانيكي. نحن اليوم إذا نبني إذا جيلا ونبني مواطن، حينما نعلمه إذا معاني القيم ومعنى إذا هذه الأبعاد التي يجب أن يكون التلميذ إذا متشبعا بها، فهذا إيجابي وهذا هام بالنسبة إلي. أنا أتحدث عن أجر، أكيد إذا الأجر لا يمكن أن يستوفي ولا يمكن أن يحدد ما يمكن أن يحتاجه أستاذ الفلسفة على مستوى حضوره الاجتماعي ولا على مستوى حضوره أيضا الذاتي. بطبيعة الحال إذا المسألة تعود إلى ظروف إذا خارجة عن نطاق أستاذ الفلسفة، فعلينا إذا أن نراجع في الحقيقة هذا الواقع الرديء الذي نعيش فيه، سعيا منا إلى إصلاح ما يمكن إصلاحه في واقع لن اهترأ يمكن أن نقول. يا أستاذ مليكة، السؤال حيز إجابة نعم أو لا، كافي أو غير كافي في المجمل العام، كافي أو غير كافي؟ نعم فقط. طبيعة الحال غير كافي، هو غير كافي ولا يمكن أن يكون كافيا. واضح واضح واضح، تمام. أستاذ زهير،
مخاوف كثيرة تحيطنا في هذا اللقاء من قطاع الكهرباء عندنا حيث المنصة وإدارة المنصة، وبالتالي نريد منك توجيه رسالة إلى المسؤولين عن العملية التعليمية والمناهج الامتحانات في المجمل العام، رسالة عامة إلى الوزارة. في الحقيقة أستاذ محمد، هناك مشكل قد أكون مغاليا حينما أقول أنه أصبح خطيرا، ومن زمان هو خطير على المنظومة التربوية وعلى التعليم بصفة عامة، وهو المشكل الفاضل في مستوى المواد التي ندرسها. فهناك مادة ضرب 4، وهناك مادة ضرب 2، وهناك مادة ضرب 1، ولذلك التلميذ أنا على الأقل في اعتقاد لا أرى مانعا في أن يفضل مادة على مادة. لماذا؟ لأنه ليس مخيرا وإنما هو مجبرا على أن يفضل الرياضيات مثلا على الفلسفة. لماذا؟ لأننا حينما أجد الفلسفة في الشعب العلمية والاقتصادية ضرب 1، فكيف تريد التلميذ أن يوليها اهتمام ويعطيها من وقته وهو لا يرى أنها قبل أن تساعده على النجاح، في حين أن مثلا الرياضيات أو علوم الحياة والأرض كما نسميها أو العلوم الطبيعية أو أي مادة أخرى هي ضرب 3 وضرب 4. ولذلك هذا هو المشكل الأول الذي يجب أن نعيد فيه النظر، ليس فقط لأنني أدرس الفلسفة ولأن الفلسفة مهمشة ولأن الفلسفة هي ضرب 1، ولكن بعض المسائل الأخرى وبعض المواد الأخرى هي كذلك مهمشة في ذهن التلميذ، ليست مهمشة من جهة قيمتها. لماذا؟ مجرد أنها ضرب 1 مقابل مادة أخرى ضرب 3 أو ضرب 4 مثل الاقتصاد أو التصرف أو كما قلت التقنية أو الإعلامية أو إلى غير ذلك. ولذلك هي مسألة مهمة جدا لابد أن نعيد فيها النظر، وهي مسألة الضوار. هذه مسألة أولى. المسألة الثانية وهي كذلك مسألة ملحة ويجب إعادة فيها النظر الآن وهنا، هي مسألة المحتوى المكثف الذي نثقل به كاهل التلميذ والأستاذ معا. فالأستاذ سيدي هو بين أمرين أحلاه ممر، الأستاذ هو بين المطرقة والسندان، بين أن يتمم برنامج مكثف وبرنامج صعب ومثقل، وبين أن يفهم أو يدرب التلميذ مثلا على بعض المهارات وعلى التفكير وعلى النقد وعلى التفلسفي. فهذه مشاكل لابد أن نتداركها الآن. لماذا؟ لأن الأستاذ سيجد نفسه باعتباره أجيرا عند وزارة التربية، هي مؤجرة، لابد أن يستوفي قبل كل شيء إتمام البرنامج. مشكل ثالث في الحقيقة هو الذي تحظى به الفلسفة. أولا ما ألاحظه ميز لما يتخصص في مدار لا يبشر دراسة الفلسفة منذ السنة الثانية مقارنة مثلا بدولة المغرب الشقيق، الذين يدرسون الفلسفة في السنة الثانية ثم السنة الثالثة أو البكالوري على مرحلتين إلى غير ذلك. ولذلك لابد من إعادة النظر في الحيز الزمني الذي يتناول فيه الأستاذ درس الفلسفة. ماذا تريدني أن أعلم تلميذا، أو كيف تريدني أن أعلم تلميذا التفكير الفلسفي والتفكير النقدي في ساعة على مدار الأسبوع؟ ماذا تريدني أن أعلم تلميذ في ساعة وهو قادم على مسألة بشكل من التململ والقلق والانزعاج؟ ولذلك لابد من إعادة النظر. وأذكر على الأقل أن الساعة التي حذي بها التلميذ الثالثة شعب علمية واقتصادية هي ساعة حذفت للساعة الرابعة شعب علمية واقتصادية. ولذلك هذه تقريبا المسائل الثلاث التي أرى أنها تمثل مشكل خاصة للفكر الفلسفي والفلسفة عامة. أقول الضارب أولا، محتوى البرنامج ثانيا، والساعات التي ليست متناغمة أو منسجمة مع محتوى البرنامج. واضح. شكرا أستاذ زهير على ما تفضلت به من مقترحات. أستاذ مليكة، نعم. ختامها مسك،
مقترحات حضرتك، رسالة حضرتك للمسؤولين في وزارة التربية والتعليم في دولة تونس، سواء فيما يخص وضع المناهج أو وضعية الأسئلة والامتحانات المقررة على طلبة البكالوريوس. تفضل. نعم، شكرا لك. في الحقيقة أشكرك على هذا السؤال، هو سؤال في الحقيقة يتيح لي كأستاذة فلسفة، يتيح لكل أستاذ فلسفة أن يبدي رأيه في هذا الاختصاص الذي عليه أن يكون جديرا بأن يتحمل عبئه. وبالتالي إذا نحن كأساتذة فلسفة نعاني من حاجات تتعلق بكثافة المواضيع التي تطرح، الإشكاليات التي تطرح للتلميذ والتي نكون في الحقيقة غير قادرين على استيفائها كما يجب أن يكون، فإما معها بشكل صارم أحيانا أن المسائل، ولعل الأمر يقتضي منا إذا أن يمكن أن نقول إلى حد ما أن نخفف من البرنامج لصالح الأستاذ ولصالح التلميذ، ولعله لصالح التلميذ أكثر حتى يكون قادرا على استيعاب هذه مسائل ويتعامل مع الفلسفة ليس كمادة للحفظ لحفظ معلومات لأن ينجز بها موضوعا ما أو امتحانا ما ثم يلقي بها جانبا. الفلسفة لها قيمتها في الحياة، وعلينا أن ندرب التلميذ على أن يتعلم التفلسف وتعلم النقد والتفكير حتى نبني ونصنع مواطن يكون جديرا حقا بأن يمكن أن يقول ينهض بأمته بهذا الانتماء الذي يكون إذا موجودا فيه. نحن نصنع إذا مواطنين ونصنع إذا جيلا يكون قادرا على أن يتحمل عبء المسؤولية. بالتالي إذا هدفي إذا أساسا هو أن نصنع هذه العقلية أو هذا العقل الناضج، فليس إذا المفيد أن نعطيه كما من المعلومات بقدر ما نعطيه الكيفية التي بها يمكن أن يحيا حياة جديرة به كإنسان وكمواطن. ثم إذا ثم مسألة أثارها صديقي وأشكره على ذلك، وهي مسألة الضارب. الضارب عنده قيمة بالنسبة للتلميذ لأن التلميذ في الحقيقة براغماتي، بمعنى أنه يبحث عن مصلحته وأين يمكن أن يجد مجالا لأن يكون إذا أن يفوز بمعدل إذا يخول له أن يتوجه إلى بعض الاختصاصات. فبالتالي إذا ضارب واحد للفلسفة بالنسبة للعلوم لا يمكن أن يكون أن يحظى التلميذ أو أن تحظى الفلسفة بقيمة عند تلميذ العلوم، فعلينا إذن أن نراجع إلى حد ما هذا الضارب ونعطي قيمة للفلسفة في مستوى ضاربها. أيضا أرجو إذن من كل إذن المختصين في هذا المجال مراجعة بعض المسائل التي علينا إذن أن نعالجها، وأن نعالجها إذن في علاقتنا ب من هم يزاولون أو يمتهنون هذه المهنة، بمعنى أن نعطي إذن مقترحات من داخل المجال الذي هو مجال الأستاذ، معناها المجال الميداني الذي يتنزل فيه الأستاذ حتى يتحدث عن مشاكله إذن لسعيا لإيجاد حل لها. ونحن نأمل في الحقيقة في مستوى إصلاحنا لهذا المجال أن نصلح جيلا وأن نصلح عقلا قادرا على أن ينهض بمستقبل الإنسانية ومستقبل البشرية، ولعل ذلك حلم، ولعل هذا الحلم يمكن أن نحققه حينما نعطي قيمة للفلسفة وقيمة للنقد وقيمة للتفكير، باعتبار أن التفكير هو الذي يصنع إذن إنسانا قادرا على أن يكون إذن موجها لذاته وموجها للآخرين نحو ما يمكن أن نستشرفه من واقع جدير بأن يعيش به. أشكر إذن قناة اتحاد فلسفة العرب على هذه الفرصة التي أتاحت لنا أن نشخص بعض الإشكاليات أو بعض الصعوبات التي يعاني منها أستاذ الفلسفة، والذي علينا أن نقف في الحقيقة وقفة احترام وتبجيلا له باعتباره أستاذ يعيش من المشاكل التي علينا أن نجد لها حلا حتى نساعده على أن يقوم بمهمته وأن نقدره في هذه المهمة وفي هذه المسؤولية. أشكرك كثيرا. شكرا أستاذة مليكة، شكرا أستاذ زهير على حضورك معنا.
شكرا على ما أفدتمونا به وأفدتم به الجميع من معلومات حول وضعية الفلسفة وتدريس الفلسفة في الثانوية في دولة تونس الشقيقة. شكرا على مقترحاتكم، تلك المقترحات التي نعدكم ونعد الجميع بأننا سنقوم برفعها إلى وزارة التربية والتعليم في دولة تونس الشقيقة، كما سنعمل على رفع كافة التوصيات التي نتوصل إليها في نهاية كل لقاء من كل دولة عربية إلى الوزارة المعنية، وذلك مثلما فعلنا بعد لقائنا مع الأستاذ هود الكافي حول اللقاء الذي كان بعنوان الفلسفة الموجهة للأطفال. حقيقة رفعنا التوصيات إلى كل مختص في كل دولة عربية. لا يهمنا كثيرا مدى استجابة الوزارة أو المسؤول والتفاته لتلك التوصيات، حتى وإن لاقت إهمالا في البداية، ليكن صوتنا رسالة إلى كل أستاذ، إلى كل تلميذ، إلى كل ولي أمر، إلى كل مهتم بالشأن الفلسفي عموما في الوطن العربي، أن نتكاتف سويا، أن نقف سويا يدا واحدة، ليس فقط لأجل النهوض بالدرس الفلسفي أو بالفلسفة التي هي ركيزة حياتنا وعقلنا وتفكيرنا ونظرتنا للمجتمع والآخر والحياة بصفة عامة، ولكن أن تكون الرسالة أن نقف جميعا لأجل النهوض بهذا الوطن الذي عانى كثيرا وظل كثيرا تحت وطأة من تخلف الرجعية والاشترار وغيرها من الأمور. شكرا أستاذ مليكة، شكرا أستاذ زهير على حضوركم معنا. شكرا لك. شكرا دكتور محمد على هذه المساحة، شكرا لاتحاد الفلاسفة العرب الذي أتاح لنا الفرصة لتشخيص واقع الفلسفة والوقوف على الشأن المشكل الفلسفي، ونتمنى أن يتواصل هذا البرنامج حلا أو حلولا للارتقاء بواقع الفلسفة إلى أفضل مما هو عليه. شكرا لك وشكرا لاتحاد الفلاسفة العرب. شكرا أستاذ زهير مرة أخرى، وشكرا أستاذ مليكة. حقيقة هي محاولة من اتحاد الفلاسفة العرب، ذلك الاتحاد الناشئ، هي محاولة لأجل حلحلة الأوضاع التي نعاني منها أو التي تعاني منها الفلسفة في وطننا العربي المشؤوم، في وطننا العربي المهزوم والذي عانى كثيرا ولا زال يعاني، وخصوصا أقولها وأكررها من العديد ممن يتصدرون الساحة أو المشهد الفكري بصفة عامة. شكرا لحضوركم، وشكرا للاهتمام، وشكرا لسعة الصدر على ما تعرضنا له من انقطاع في الانترنت والكهرباء مرتين. شكرا لكم جزيل الشكر، نلتقي في لقاءات أخرى قريبا إن شاء الله. نراكم على خير ودمتم بخير.